خلينا نشوف بقى النوع اللي بقول لك اللي انا جبته وهو فعلا هيكتسح السوق المصري، وهو ده اللي انا بنصح بيه اي ست بيت واي بنت اللي هي تجيبه. انا بعد ما عملت زي ما اتفقنا، انا درست الموضوع باتقان جدا في الحلل كلها اللي انا جبتها، لقيت افضل نوع اللي هو النوع الجديد ما بيترش بيه الحلل اسمه تيتانيوم. ده افضل انواع الحلل اللي انت ممكن تجيبيها. الشركه دي اسمها نيو كلاين. نيو كلاين دي على فكره لما سالت عليها، هي شركه طبعا هي كوريه، المصنع موجود هنا في مصر بس هو براند كوري، يعني المصنع كله اصلا اللي شغال فيه كوريين، لكن هو بيطلع المنتج من هنا من مصر. بيستخدم ماده التيتانيوم دي، الماده اللي حضرتك هتشوفيها دلوقتي. بص الحلل كلها عامله ازاي، افتحها لك واوريها لك، اطلع لك بقى. دي ماده اسمها التيتانيوم اللي هم بيرشوا بيه الحاجه، تمام؟ تعرفي الماده دي منين بقى؟ ده اعلى من السيراميك واعلى من الجرانيت 10 مرات. ليه بقى؟ لانه صحي جدا، صحي جدا، تمام؟ الماده الدهنيه لو انت هتستخدمي مثلا في الجرانيت او السيراميك معلقه كبيره، لازم تستخدمي ربع معلقه. وهجربها لك واوريها لك. تاني حاجه، هنا عندهم المقابض سيليكون، ومش اي سيليكون، ما في مقابض كتير موجوده، لكن هم عاملين مقبض هنا سميك جدا تخين، عشان لما يجي يوزع درجه الحراره دي لما تسخن تمسكي من هنا وتقلبي براحتك في الحله. تاني حاجه عندهم القاع المزدوج، حلو جدا للتوزيع الحراري، الحله تقيله فعلا. وتاني حاجه لما تيجي تحطها على النار، لان انا والله جربتها فعلا، بتوزع الحراره بسرعه، يعني بتاخدش معاكي وقت كبير عشان الحراره توصل لكله. فلما توزيع الحراره ده يحصل، ايه اللي بيحصل؟ لو ما تيجي تسوي رز او بتسوي مقلوبه او اي حاجه، بتلاقي الحاجه كلها تسويتها واحده. بيميزهم في نيو كلايم بصراحه، سالت لقيت عندهم 20 لون، 20 لون من الحلل نازلين السوق بيهم، حاجه محترمه جدا بجد، ماركه جميله جدا، صحيه، عندهم مهتمين بجميع التفاصيل. عارفين التفاصيل اللي هي ايه؟ خلينا نمسك الغطا، هشرح لك حاجه في الغطا مهمه جدا. دي مثلا حله من شركه ثانيه قدام حضرتك اهي، ده غطا شركه ثانيه غيرها. حاطين هنا زي ما انتم شايفين، ده المخرج اللي هو بيخرج البخار، بيطلع من بره من هنا، تمام؟ لكن مش صحي. ليه؟ لان حضرتك البخار هيطلع من هنا كده، فهيكون بكتيريا في الجزء الخاص من فوق الغطا. لكن ده بقى بص عاملين ايه؟ لا عجبتني دي بصراحه. بص البلاستيكه ديت، وبيطلع منين بقى البخار؟ بصوا حاطين بلاستيكه فوق كمان عشان البخار يطلع من الحته ديت. دي حاجه ممتازه جدا جدا، وحاجه بتبقى صحيه جدا، ومهتمين بكل تفاصيل الحاجه. عندكم الدبل جريل الجميله ديت، بص الجوان بتاعها عامل ازاي، بص بتتقفل كده، تمام؟ وده عايزه تقلبيها، بتقلبيها على الناحيه الثانيه برضو وتسوي عليها. ايه اهم حاجه بقى في الموضوع ده بصراحه؟ اللوجو ده عايز اوريهولك، ده مهم جدا جدا جدا. اللي عارف حلل وبيسال عن حلل وجوده الحلل، يعرف ان الويتفورد ده نوع من انواع الكوتنج الايطالي، اهو مكتوبه هنا تيتانيوم وباي ويتفورد. ده اللوجو ده يعني مش عايز اقول لك، هو ده اللي بيضمن سلامه الحلل اللي هي تبقى صحيه 100%. ساعات على فكره بنروح كتير في مصانع كتير وشركات بيقولوا لنا جيبوا الحلل بتاعتكم القديمه ونبدا ان احنا نرشها لكم، و 500 جنيه وب 400 جنيه، والناس بتفرح. ايوه يا فندم، ما هو الرش اللي هو بيرشه لك ده سواء سيراميك او جرانيت ما بيبقاش صحي، تمام؟ لكن ديت صحيه 100%. طبعا الويتفورد طبعا انتوا عارفين ان هو ايطالي، فخامه ايطاليه 100%، وده بتضمن سلامه وصحه المنتج نفسه بصراحه. يعني اللي عايز يشتري بصراحه من انضف انواع الماركات اللي انا شفتها واشتغلت بيها، نيو كلاين، البراند المحترم الكوري اللي المصنع بتاعه هنا موجود في مصر وموجود في العالم كله، لكن هم جم صنعوا هنا في مصر، فبجد حاجه محترمه جدا، والوانهم كتير. اي حله انتوا عايزينها هتلاقوها موجوده ان شاء الله في الصفحه بتاعتهم، هنزلها في اول كومنت باذن الله. اشوفكم على خير ان شاء الله، يا رب يكون وفينا وعرفنا ايه انواع الحل اللي موجوده في السوق. اشوفكم على خير، سلام عليكم.